صديقي، أنا بالنسبة للصناعة المغربية هي حاجة مهمة بالنسبة لي كمغربية، لأنه دائما خصنا نحافظوا على كل ما هو كيعبر على ثقافتنا، يعبر على تقاليدنا المغربية اللي خاصها تبقى دائما جيل عبر جيل كتطور وكنعطيو الأحسن. فاليوم أنا جاية لافتتاح مركز الأيادي البيضاء الثالث، إن شاء الله كنقول لهم الله يوفقكم دائما وشكرا على دعمكم اليد العاملة والبنات اللي كيتعمل المصنع التقليدية ديالنا المغربية. نقول لهم تبارك الله عليكم ويا رب دائما منها الأعلى. نا جمعية الأيادي البيضاء للصناعة التقليدية والتنمية البشرية، الأهداف الأساسية اللي كتركز عليها هو تكوين المرأة وتأهيلها، أننا كنعلموا البنات اللي منقطعات على الدراسة، وحنا كل سنة كنمشيو لشي منطقة اللي كنكونوا فيها واحد المركز وكنعلموا فيها البنات اللي منقطعين على الدراسة اللي في وضعية صعبة. يعني هادو هما الأهداف اللي كنركزوا عليهم أكثر. دائما جمعية الأيادي البيضاء المساند الرسمي اللي كيدعمها في جميع التظاهرات ديالها ليليان، خاصة في المراكز التكوينية وكذلك مازاغون، يعني دائما يعني هادو هما الاساسيين، مازاغون وليليان هما الداعمين الاساسيين. بالنسبه للمصممين حتى ما كتكون عندهم واحد يعني المشاركه واحد المبالغ رمزيه. بالنسبه لجمعيه الايادي البيضاء كجمعيه دعمت الصانع التقليدي ووصلت لاحسن مرحله، ونتمنى لها دائما المزيد وتالق. بالنسبه لدنيا باطمه زياره لي شريفه ومحبوبه عند الناس بزاف، ومحمد ترك تو عزيز علينا بزاف. هذه الدرازه كما كتشوفوا معنا، هذا الزيف الفولار، وكنخدموا جلابه تقليديه، كنخدموا الريدوات، كنخدموا هذوك الكوفرليات، كنخدموا اي حاجه كتعلق بالطلامط التقليديين. كما كتشوفوا معنا دابا هاد الريدوات ديال التقليدي ما بقاوش عاطينهم اهميه داخل البلاد وخارج البلاد. كان خارج البلاد الكور اللي كيتعنوا بها وتيفتخروا بها، اما دابا ولا الصانع المغربي ولا باغي يبدع فيها، باغي يفرش منها حتى ما كتدي موضاش. الحمد لله تطورنا من ريوسنا، بعدا كتحسي براسك غاده ان شاء الله غتمشي بعيد، عندك افاق، غتكوني تهزي حتى راسك وحتى وليداتك، ما تبقيش معتمده غير على الراجل. يعني الحمد لله مزيان، والاستفاده هي انني ما كنت كنعرف حتى شي حاجه، وليت كنعرف نفصل حوايجي بعدا راسي وليداتي، يعني نفعت راسي بزاف. نظمت وقتي الحمد لله، وداكشي غير نظام. الا نظمتي وقتك راه غتقدري توفقي بين العمل ديالك وبين المشاغل ديال الدار ديالك.